بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. انتهينا في المحاضرات الماضية من تناول الفصل الأول من مساق القانون التجاري الفلسطيني، حيث تناولنا في ذلك الفصل موضوع الأعمال التجارية، تحدثنا عن خصائص القانون التجاري بداية، وبعد ذلك تحدثنا عن تعريفه، وإلى ذلك من ما يخص القانون التجاري بشكل عام من قواعد ومبادئ، وتطرقنا أيضا إلى موضوع الأعمال التجارية، وقسمنا الأعمال التجارية إلى عدة أقسام حسب تقسيم القانون. وهذه الأقسام قلنا أن هناك أعمال تجارية تمارس تعتبر تجارية حتى لو مورست لمرة واحدة، وهناك مجموعة من الأعمال التجارية التي يجب أن تمارس على سبيل الاحتراف والتكرار حتى تكتسب الصفة التجارية، وهناك مجموعة أعمال التجارية المختلطة والأعمال التجارية بالتبعية. هذا فيما يخص الأعمال التجارية. نأتي في هذا الفصل إلى تناول موضوع جديد وهو التاجر. بعد أن تحدثنا عن الأعمال التجارية وشروط هذه الأعمال حتى تكتسب الصفة التجارية، نأتي إلى تناول موضوع جديد وغاية في الأهمية وهو التاجر. طبعا سنقسم هذا الفصل إلى قسمين، نتحدث أولا عن صفة التاجر وشروط اكتساب الصفة التجارية للشخص حتى يعتبر تاجرا. ثانيا سنتحدث عن آثار اكتساب التاجر للصفة التجارية. المبحث الأول وهو صفة التاجر وشروط اكتساب هذه الصفة. لو طرحنا سؤالا وهو من هو التاجر؟ من هو التاجر؟ للإجابة على هذا السؤال جاءت المادة العاشرة من القانون التجاري الفلسطيني، وعرفت التاجر بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2، كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون في قانون الشركات أيا كان الغرض من تأسيس هذه الشركة. إذن التاجر إما أن يكون شخصا طبيعيا وإما أن يكون شخصا اعتباريا كالشركة. فالشخص الطبيعي حتى يكتسب الصفة التجارية وفي نص المادة العاشرة فإنه يجب أن يمارس العمل على وجه الاحتراف، وسنرى ما هو الاحتراف، وأيضا يجب أن يمارس العمل باسمه ولحسابه. المادة 19 من نفس القانون قالت بأن صفة التاجر تثبت في الشخص الذي ينتحلها بالإعلان عنها في وسائل الإعلام أو بأي وسيلة أخرى، ما لم يثبت أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول العمل التجاري. وبالتالي من يقول عن نفسه تاجرا فإنه يكتسب هذه الصفة إذا كان طبعا إعلانه عن هذه الصفة عبر وسائل الإعلام ما لم يثبت عكس ذلك، لكن حتى يكتسب الشخص للصفة التجارية يجب توافر عدة شروط. هذه الشروط هي أولا احتراف الأعمال التجارية، وثانيا اكتساب الأهلية التجارية. نأتي أولا للحديث عن معنى الاحتراف. طبعا موضوع الاحتراف كبير جدا ومتشعب في الكتاب، لكن لخصناه لكم في هذه السلايدات بشكل يعني مفصل ودقيق، حيث أن الاحتراف هو ممارسة الأعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة، باعتبارها موردا للرزق والتعيش منها
وذلك على وجه الاستقلال وليس لحساب الغير، وأن تكون هناك نية للربح والإفادة منها. معنى ذلك الاحتراف لو جئنا وتناولناه بالمعنى العملي سنجد أن الاحتراف معناه هو ممارسة العمل التجارية في محل تجاري، لأن المحل التجاري يمارس العمل التجاري فيه على صورة منتظمة ومستمرة، يعني ما بنيجي نفتح المحل التجاري شهر زمان ونستره، لا، نفتحه بشكل مستمر. وأيضا المحل التجاري يعتبر بأنه مورد للرزق والتعيش، وبالتالي يمارس الشخص أصلا العمل التجاري لحسابه على وجه الاستقلال، وأخيرا بغرض اللي هو الإفادة والتربح من هذا العمل. طبعا من هذا التعريف نجد أن هناك مجموعة من العناصر يجب توافرها في الشخص حتى يكتسب الصفة التجارية، وهذه العناصر أولا الاستمرار والتكرار، الاستمرار والتكرار. والاستمرار والتكرار نعني به أن يمارس العمل بصفة منتظمة وبنية الكسب، وبنية الكسب يعني بنية أن يسترزق من هذا العمل وبنية قصد الربح. فإن قام الشخص بأي عمل لا يرقى إلى درجة الاحتراف وفق التعريف السابق فلا يكتسب صفة التاجر. يعني شخص مثلا بيشتغل في بسطة، هذه البسطة بتعمل بشكل مؤقت في المواسم، مثلا في العيد، في يوم الجمعة فقط لا غير، هذا لا يعتبر تاجرا، لا يعتبر تاجرا وفق التعريف ووفق مفهوم وعنصر الاستمرارية والتكرار. ويجوز للشخص أن يمارس أكثر من عمل ولكن لا تكتسب الصفة التجارية له إلا بمناسبة العمل الذي يمارسه على سبيل الاحتراف فقط. يعني أنا كتاجر مثلا عقار سيارات، مثلا كتاجر سيارات قلنا مثلا أن موضوع اللي هو السيارات وتجارة السيارات، لو هذه التجارة كانت على سبيل الاستمرار، يعني عندي أنا معرض سيارات مثلا وبمارس تجارة السيارات بشكل متكرر ومستمر، لكن يوم من الأيام وقعت لي أرض مثلا وبدي أبيع هذا الأرض، هل يعتبر بيع لهذا الأرض وشراء لهذا الأرض عمل تجاري؟ طبعا لا. وبالتالي يجوز للشخص أن يمارس أكثر من عمل ولكن لا تكتسب الصفة التجارية لهذا العمل، لأنه لم يمارس على سبيل الاحتراف. العنصر الثاني في الاحتراف هو أن يكون احترف العمل أو احتراف العمل كوسيلة للتعيش والترزق وأخذ الربح من هذا العمل. وبالتالي إذا مارس العمل لغير غرض الربح ولغير غرض الإعاشة فإن هذا العمل لا يكتسب الصفة التجارية، كون أنه فقد عنصرا مهما من عناصره. وبالتالي لا عبرة بنجاح المشروع أو بمدى كبره أو صغره، ولكن العبرة هي بالقصد من العمل. فالبائع الجوال زي ما حكينا موضوع اللي هو البائع الجوالين أصحاب البسطات مثلا، والبائع على الرصيف يعتبر تاجرا إذا قصد الإعاشة والاحتراف. هو قصد الإعاشة لكن ما قصد الاحتراف، العنصر اللي توه حكينا فيه اللي هو الاستمرار والتكرار، وبالتالي يفقد صفات التجارية إذا لم يمارس هذا العمل. لكن طب واحد يقول لي البسطات اللي على البحر يا دكتور، بقول له هذا يعتبر تاجر. ليش تاجر؟ لأنه مشروعه اكتسب عنصر الاستمرار والتكرار، هو دائما موجود، دائما مش بشكل موسمي. أيضا يكون هذا العمل أصلا يقوم به لغرض الإعاشة، وبالتالي كمان يقوم بهذا العمل على سبيل الاستقلال، وهو العنصر الثالث، الاستقلال في ممارسة الحرفة التجارية. طبعا هذا العنصر يعني أن يمارس الشخص العمل التجاري لحسابه الشخصي لا لحساب الغير، لأنه لو مارسه لحساب الغير يعتبر وكيلا أو منابا عن هذا العمل.
ولكن الوكالات التجارية يعني سنتطرق إلى موضوع مستقل وآخر وسنسب في الحديث عنها. طبعا يكون هنا فرق بين التاجر المستقل وما بين الوكيل أو المندوب أو الممثل التجاري أو المناب التجاري أو إلى ذلك. وهذه الملاحظة هو أن الوكيل التجاري إذا كان يعمل لحسابه الشخصي فإنه يكتسب الصفة التجارية، ولكن إذا كان تابعا للأصيل فإنه لا يكتسبها. معنى ذلك مثلا شركة كايا التجارية الخاصة بالسيارات، شركة كايا أنا لو أنا وكيلها في غزة أعتبر أني أمارس العمل على سبيل الاحتراف والحساب الشخصي، لأنه أنا بمارس العمل بأخذ هذه السيارات وبسوقها لشركة كايا لأنه أنا بشتريها منها وببيعها لحساب الشركة، لكن أنا بأخذ في عندي قصد الربح. إيش في عندي أرباح عن السعر اللي بتعرضه شركة كايا؟ أنا بأخذ الأرباح هذه، وبالتالي أنا أمارس هذا العمل لحسابي الشخصي مش لحساب الغير، مش لحساب الغير. ويعني حساب الغير كيف يعني؟ يعني اليوم أنا كمحامي أخذت وكالة عن شخص عشان أبيع له أرض مثلا، أنا بكون بعتها باسم الغير ولحساب الغير كمان ولحسابه مش لحسابي الشخصي. هذا صار خلاف طبعا فقهي في حال وجود شخص يمارس التجارة بالاستعانة بشخص آخر، بحيث يبقى الأصيل مستترا نظرا لعدم جواز ممارسته للتجارة بسبب قانون ما أو لائحة مثل المحامي. طبعا المحامي احنا بنعرف قانون تنظيم مهنة المحاماة يمنعنا من ممارسة العمل التجاري ويمنعنا أيضا من ممارسة الوظيفة العامة، وبالتالي ممكن المحامي يقوم بالعمل التجاري بصورة مستترة، يعني يقول إنه بدي يوكل واحد أو يخلي واحد يمارس التجارة يعني بدلا عنه. بهذا الخصوص طبعا ظهرت عدة اتجاهات. الرأي الأول قال إنه الصفة التجارية تثبت للشخص الظاهر فقط، للشخص الظاهر فقط، يعني أنا كمحامي ما بتثبت إلى الصفة التجارية ولكن تثبت للشخص الظاهر نظرا للثقة المبنية على ظاهر الأشياء. يعني السين اللي بيشتغل بدالي هو التاجر، لكن أنا كمحامي مش تاجر وفق وجهة النظر هذه. الرأي الثاني قال إنه تثبت للشخص المستتر دون الظاهر، ولأن الشخص المستتر هو التاجر الحقيقي الذي يمارس العمل التجاري لحسابه الشخصي وبصورة مستقلة أيضا وبصورة مستقلة. ولكن الرأي الراجح هو أن الذي يكتسب الصفة التجارية هما الشخصين معا، هما الشخصين معا، وهذا الراجح فقها، هذا الراجح فقها. ثانيا موضوع الاحتراف، تحدثنا أولا عن معنى الاحتراف وقلنا أن الاحتراف هو أن يمارس العمل بشكل منتظم ومستمر بقصد التعايش والترزق منه وعلى وجه الاستقلال، ويكون ممارسته بهدف اللي هو لحساب الشخصي وليس لحساب الغير. وقلنا أن هناك عدة عناصر، العنصر الأول الاستمرار والتكرار، العنصر الثاني أن يكون الاحتراف وسيلة للتعايش والترزق وكسب الرزق، العنصر الثالث وهو الاستقلال في ممارسة الحرفة التجارية. وبهيك إحنا إذا توفرت هذه العناصر بنكون إحنا يعني توفر عنصر الاحتراف، توفر عنصر الاحتراف. الموضوع الثاني وهو في موضوع الاحتراف طبعا موضوع الاحتراف أو ما هو الاحتراف، ماذا سنتناول في الاحتراف، أو يعني بالعربي يعني بالفصحى إيش بدنا نحترف، إيش بدنا نحترف. موضوع الاحتراف طبعا هو العمل التجاري، يعني أنا كشخص حتى أكتسب الصفة التجارية يجب أن أحترف العمل التجاري مش أحترف العمل المدني، وهذا ما هو موجود أيضا في المادة الخامسة من القانون التجارة الفلسطيني.
الاحتراف ينصب كما قلنا على العمل التجاري نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الشريك المتضامن اللي هو صاحب الأسهم، يعني صاحب الأسهم في شركة مثلا جوال أو في شركة توزيع الكهرباء، هذا يعتبر تاجرا لكن لا يمارس العمل بصفة مباشرة، لا يمارس العمل بصفة مباشرة لكن يكتسب الصفة التجارية لأن عمله ينصب على عمل تجاري. وأخيرا يجب أن يكون العمل التجاري مشروعا. وبالتالي مش يجي واحد يقول لي تجار مخدراتهم تجار وفق القانون الفلسطيني، لا، لأنه لا يمارس عملا تجاريا مشروعا وبالتالي لا يكتسب أيضا الصفة التجارية. كمان لا تسري أحكام هذا القانون اللي هو القانون التجاري على الأشخاص الذين يمارسون الحرف التجارية الصغيرة أو حرفا صغيرة مثل اللي هو يعني نفترض يعني بياع الترمس مثلا، مع احترامنا الشديد جدا لهذه الفئة من الأشخاص، لكن واحد عامل بسط الترمس أو ببيع مثلا كعك أو ببيع يعني الباعة المتجولين الذين يعني يمارسون حرفا صغيرة جدا، هذه الأمور لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية، فلا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يمارسون حرفا صغيرة كالذين يزاولون حرفا ذات نفقات صغيرة، وهذا الأمر واضح جدا. اثنين، الأهلية التجارية. إذا تحدثنا عن أول عنصر حتى يكتسب العمل الصفة التجارية أو عفوا الشخص الصفة التجارية وهو الاحتراف. العنصر الثاني وهو الأهلية التجارية. فحتى يكتسب الشخص الصفة التجارية يجب أن يكون لديه أهلية ممارسة العمل التجاري، وبالتالي إذا مارس العمل على سبيل الاحتراف يجب توافر أيضا الأهلية التجارية، وهذه الأهلية يكتسبها كل من أتم 18 سنة من عمره ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبر قاصرا في هذا السن. يعني لو واحد يمارس التجارة عندنا من أوروبا، وأوروبا مثلا في أحد دول أوروبا يعتبر سن 18 سنة، يعني عفوا سن البلوغ عندهم سن 16 أو سن البلوغ عندهم 20 عفوا 20 زي السودان مثلا، بلاش أوروبا، السودان عندهم سن البلوغ 20 سنة، في مصر أيضا 20 سنة في بعض الأمور، يعني 18 سنة يعتبر قاصرا أقصد في هذه الدولة، لكن عندنا في 18 سنة صار عمره يكتسب هذه الصفة. طبعا للقاصر الذي أتم 15 سنة المشمول بالولاية أو الوصاية أو المأمور له بالتجارة يعني الأصل في الأهلية التجارية هي 18 سنة، لكن يجوز لمن أتم 15 من عمره ممارسة العمل التجاري إذا كان مشمول بالولاية أو الوصاية أو كان مأمورا له بالاتجار. تعالوا نشوف معنى هذين النصين. طبعا كما وضحنا تنقسم الأهلية التجارية إلى أقسام عدة. أول قسم هي الأهلية التجارية لمن بلغ سن 18 من عمره، حيث أن من بلغ هذا السن في فلسطين يكتسب الأهلية التجارية حتى لو كان أجنبيا وحتى لو كان قانون الأحوال الشخصية يعتبره قاصرا في هذا السن، يعني في الدولة الأخرى التي يعني ينتمي إليها هذا الشخص. وبالتالي لا يكتسب بعض الأشخاص البالغين لسن 18 من عمرهم هذه الصفة، أي الصفة التجارية أو الأهلية التجارية، إذا أصابهم عارض من عوارض الأهلية. فحتى لو بلغ سن 18 من عمره وأصابه الجنون والعته أو السفه والعاهة أو غير ذلك من عوارض الأهلية أو موانعها، بالتالي لا يعتبر تاجرا ولا يكتسب الصفة التجارية.
قد يكون الشخص طبعا بالغا عاقلا لا يعيب إرادته أي شيء، لكن القانون يمنع من ممارسة التجارة كمن يمارس بعض الوظائف العامة، مثلا زي الموظفين العموميين مثل الأطباء مثل المحامين. هذه الفئة القانون يمنعهم من ممارسة التجارة على الرغم من أنهم بلغوا سن 18 من عمرهم ولم يصبهم أي عارض من عوارض الأهلية. وبهذا نلاحظ أنه كما ذكرنا لو مارس أحدهم التجارة على سبيل الاحتراف وهو متستر فإن القانون التجاري يكسبه صفة التاجر، ولكن يتعرض لشهر إفلاسه ويتعرض أيضا لبعض الجزاءات التأديبية بسبب مخالفته للنص المانع له كما لممارسة المهنة، لأنه أصلا مارس المهنة وهي عفوا مهنة التجارة يعني، وهو غير مأذون له بممارسة هذه المهنة. وطبعا القانون التجاري ما فرق، أو القانون الفلسطيني إن ما فرق بين أهلية المرأة أو أهلية الرجل أو أهلية المتزوج أو غير المتزوج. هذا فيما يخص أهلية الشخص الذي بلغ سن 18 من عمره. فكل من بلغ سن 18 من عمره ولم يكن لديه عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانعها يعتبر أنه اكتسب الأهلية التجارية ما لم يمنعه القانون من ممارسة هذه المهنة اللي هي تجارة، كالطبيب أو المحامي أو الموظف العمومي. اثنين، الأهلية التجارية للشخص الذي بلغ سن 15 من عمره ولم يبلغ سن 18 من عمره، يعني يبقى عمره ما بين 15 إلى 18 سنة. فهذا ما نصت عليه القائل هو المادة الثانية عشرة من القانون التجاري الفلسطيني، ونظمت هذا السن وأوجب واعتبرت هذا السن أنه قاصر، وأوجب القانون على القاصر المأذون له بالتجارة أن يقدم حسابا سنويا للوصي ليأخذ رأيه فيه، وللمحكمة أن تسحب الإذن منه إذا رأت ذلك. معنى هذا الكلام إنه الشخص اللي بلغ سن 15 سنة إذا كان عنده وصي أو ولي أو كان مأذونا له من المحكمة فله أن يمارس التجارة، فله أن يمارس التجارة. أعتقد هذا الأمر واضح وبسيط وسهل. إذا بلغ الشخص سن 15 سنة ولم يبلغ سن 18 سنة يجوز له أن يمارس التجارة بشرط أن يكون لديه وليا أو وصيا أو يكون له إذن من المحكمة، وللمحكمة أن تسحب الإذن أيضا بأثر رجعي، وسحب الإذن ليس له أثر رجعي. ومعنى ذلك إذا مارس العمل التجاري الشخص إذا مارس العمل التجاري بصورة يعني منتظمة خلال فترة معينة فلا وأحدثت أثار قانونية مع الغير فإن لا يجوز أن يسحب يعني أن يسحب هذا الإذن بأثر رجع. والقاصر طبعا بدون إذن لا يكتسب الصفة التجارية بأي شكل من الأشكال. إيه خلصنا الفئة الثانية هي الفئة الواقع ما بين 15 إلى 18 سنة. هذه الفئة يجوز لها استثناء أن تمارس العمل التجاري إذا كانت مأذونة من المحكمة وإذا كانت إذا كانت عليها ولاية أو وصاية، ويجوز طبعا سحب الوصاية. هناك أشخاص يا أخواننا لديه في سن 15 سنة يعتبروا ما شاء الله لديهم عقول ويعني كبيرة وأذهان يعني رائعة، وبالتالي إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن المحكمة أن تأذن له بممارسة هذا العمل التجاري. لكن إذا ما ارتأت المحكمة ذلك فيجوز لها أن تسحب هذا الإذن أو تمنع أصلا من ممارسة المهنة بشكل مطلق. النوع الثالث وهو القاصر الذي لم يبلغ سن 15 من عمره، فهذا الشخص لا يكتسب الصفة التجارية إطلاقا سواء كان وطنيا أو أجنبيا، حتى لو كان قانون الأحوال الشخصي يعتبره بالغا وهنا يثار تساؤل حول أنه لو آلت إلى القاصر تجار، يعني ولد صغير كان أبوه يشتغل تاجر
وآلت له هذه التجارة هو تحت سن 15 ولم يكن مأذونا له بممارسة هذا العمل لو بلغ أكثر من 15 سنة. يعني واحد مات أبوه وكان 15 سنة أو أقل وما كان مأذون، ما هو الرأي القانوني في ذلك؟ الرأي الراجح أنه لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن ينشئ للقاصر تجارة، كون أن التجارة عمل خطير قد يؤدي إلى إهدار مال القاصر. يعني إذا ما كان للقاصر أصلا تجارة، إذا ما كان له تجارة، فإن القانون منع الولي والوصي والقيم من إنشاء تجارة له. لكن لو آلت له تجارة جاهزة وقائمة عن طريق الميراث أو الوصية أو غيرها، فالمصلحة هنا توجب عدم تصفية التجارة، خاصة إذا كانت قائمة وتسير سيرا طبيعيا. يعني إذا كانت التجارة ماشية وتمام الأمور وتأتي بأرباح، فإنه الرأي الراجح إنه ما يتم تصفية هذه التجارة إذا كانت مستمرة بشكل كويس، ويقوم الولي أو الوصي بإدارتها بشكل يعني قانوني وفق معيار الشخص العادي، لكن يجب أن يحصل على إذن من المحكمة. هناك سؤال للنقاش سنعرض إن شاء الله في محاضرة الزوم القادمة، وهو من يكتسب صفة التاجر في حال آلة التجارة بطريق الميراث إلى قاصر أقل من 15 سنة. احنا طرحنا سؤال توي في حال المحامي الذي يمارس العمل التجاري بطريقة متسترة، من يكتسب الصفة التجارية، المحامي أم التاجر الظاهر؟ وحكينا أنه الرأي الراجح أنه الاثنين يكتسبوا هذا العمل، لكن بدنا نناقش موضوع أنه لا، في واحد 15 سنة عمره أو أقل من 15 سنة آلت إله تجارة عن طريق الميراث، ويقوم القيم أو الولي أو الوصي بممارسة العمل التجاري بدلا عنه، فمن يكتسب صفة التاجر، هل الولي أو الوصي أو هذا القاصر؟ إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، آمل من الله عز وجل أن نكون قد أوفيناها حقها. أي سؤال أو أي استفسار عن هذه المحاضرة فاسمحوا لي أن تطرحوه عبر البوابة حتى يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.